قمم الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذه اللقاءات المتجددة معكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس في الحقيقة لا يود أن يفعل المعصية، لكن المشكلة أن نفسه في أحيان كثيرة تغلبه عليها، والمشكلة أن بعض الناس أحيانا إذا أقبل على شيء من الطاعات يقبل عليها فترة معينة ثم يرجع عنها. يعني أعطيكم مثالا على هذا، كم الرجل يتوب من فعل من شرب الخمر مثلا، لكن هذه التوبة تنتهي مدة صلاحيتها قريبا، يعني يستمر تائب لمدة شهر شهرين ثم يعود إلى ما كان عليه، ما عنده الثبات على التوبة. كم من رجل أو امرأة يتوب من النظر إلى الحرام، الذين يتابعون القنوات الفاسدة الخليعة يتوب من النظر الحرام لمدة أسبوع أسبوعين ثم تغلبه نفسه ويرجع إليه، أو يتوب مثلا من النظر الحرام من خلال الإنترنت ثم بعد ذلك يعود إليه. كم من امرأة تتوب من نزع الحجاب وفعلا تجد أنها تلبس حجابا ساترا مدة معينة، لكنها ما تلبث أن يغلبها هواها وتنزع هذا الحجاب بعد أن زينت به نفسها ودينها لمدة شهر أو شهرين. كم من إنسان أحيانا يتحمس لقيام الليل ويستمر يقوم الليل أحيانا لمدة أسبوع أسبوعين، يحافظ على صلاة الوتر أو يحافظ على الصلاة في المسجد، لكنه بعد ذلك يرجع عما كان عليه، أو على قراءة القرآن ثم يرجع، أو على الصوم ثم يرجع. إذن ينبغي علينا جميعا أن نتكلم عن وسائل الثبات على الدين، كيف يستطيع الإنسان أن يكون بطلا وأن يثبت على دينه. مثل ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتوا إلا وأنتم على الإسلام. طبعا الثبات على الدين له عدة أسباب وعدة وسائل يستطيع الإنسان بها أن يثبت على الدين. من أعظم الأسباب للثبات على الدين الدعاء. قيل لعائشة: ما هو أكثر دعاء كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أكثر ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أكثر دعاء كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو نبي يا جماعة يخشى من عدم الثبات، فالدعاء من أعظمها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فبين الله تعالى أن من دعاء المؤمنين أنهم يدعون الله تعالى أن يثبت أقدامهم. ومن العمل من أسباب الثبات أيضا الإكثار من العمل الصالح. أنا حتى أثبت على الدين أحاول أن أكثر من العمل الصالح، أكثر مثلا من الاستغفار، أكثر من الصدقة، أكثر من قراءة القرآن. الإكثار عموما من الأعمال الصالحة والنفقة في سبيل الله وغيرها، الإكثار من العمل الصالح يزيد الإنسان ثباتا. اسمع إلى قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فبين الله تعالى أنهم يفعلون هذه الطاعات تثبيتا لأنفسهم على الخير. ومن أسباب الثبات على الدين الإكثار من الذكر، تسبيح، تهليل، تحميد، دائما أن يكون اللسان رطبا بذكر الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب ما الذي يعيننا على الثبات يا ربي؟ قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على الدين أيضا الإكثار من قراءة القرآن. قال الله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أنزله ليثبت الذين آمنوا لأجل أن يثبتوا فعلا على دينهم الذي دانوا لله تعالى به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بالثبات على الدين، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، اسمعوا يا جماعة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يدلكم على أنه كان حريصا على أن يبقى ثابتا على الدين. كان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، إلى آخر الحديث في ذلك، وهو عند النسائي وغيره. وكذلك في حديث النواس بن سمعان الكلابي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. يعني القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله تعالى أقامه على الخير أو أزاغه. طبعا كون الله تعالى يزيغ القلب يدل على فساد هذا القلب أصلا، لذلك الله تعالى قال في الآية المحكمة، قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظ، إذن كانت البداية منهم، لما هم قصروا في الطاعات لم ينصرهم رب العالمين ولم يثبتوا على الدين، لما زاغوا هم أنفسهم بدأوا يلفون يمينا ويسارا، قال الله أزاغ الله قلوبهم. لذلك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من أعظم أسباب الثبات على الدين أن يصبر الإنسان نفسه مع الصالحين. مشكلة، واحد يريد أن يثبت على ترك التدخين وهو كل يوم يجالس ناس مدخنين، لن يثبت على هذا. واحد يريد أن يثبت على الصلاة وهو كل يوم يذهب اليومين والثلاثة رحلة مع ناس ما يصلون، كيف تثبت على أنك تصلي؟ إنسان يريد أن يثبت على عدم شرب الخمر وهو يذهب إلى المراقص والبارات والحانات التي يباع فيها الخمر ويجلس فيها، طيب كيف تريد أن تثبت على الخير؟ لابد لأجل أن تثبت على الخير أن تصاحب أهل الخير يعينونك عليه. يا جماعة، حتى الآن نرى أن الذي يريد مثلا أن يتعلم صنعة معينة، إنسان يريد أن يتعلم النجارة ما يحتك بالسباكين، يحتك بالنجارين. شخص يريد أن يتعلم الطباعة في الكمبيوتر يذهب إلى إنسان طابع كمبيوتر يتعلم منه ويلازمه، يعرف كيف يتعامل مع لوحة المفاتيح، كيف يتعامل مع الكمبيوتر، ما يذهب إلى حداد ويجلس عنده في الورشة يقول بتعلم كمبيوتر. هذا معروف أنك يعني أن القرين بالمقارن يقتدي، أو بالمقارن يقتدي. فكذلك أنت إذا أردت الثبات على الدين لابد أنك تخالط قوما صالحين. تريد أن تصبح حافظا للقرآن، لازم الحفظة لكتاب الله بحيث أنك أنت تصبح منهم بعد فترة. تريد أن تحب الصوم، لازم ناس دائما يصومون، تجد أنك بعد فترة تتحمس لذلك. تريد أن تتحمس لصلاة الفجر مع الجماعة، اجعل أصحابك دائما هم من هذا النوع فيشجعونك على ذلك. لذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك. أصبر نفسي مع من يا ربي؟ ألازم من يا ربي؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم قال الله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تطع الإنسان الذي يتعامل بدينه لأجل أن لا يصدك عن السبيل. السلف رحمهم الله تعالى كان لهم تأصيل في هذه المسألة وثبات عليها. عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم قال: كان لي على العاص بن وائل دين. العاص بن وائل كان كافرا. قال: فكان لي عليه دين قد أسلفته مالا، فأتيته أتقاضاه، جئت إليه قل أعطني المال الذي أعطيتك إياه، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول: تريد مالك؟ أكفر بمحمد وأعطيك مالك. فقلت: إني لا أكفر بمحمد أبدا، والله ما أكفر بمحمد إن شاء الله حتى تموت وتبعث. فقال: وإني لمبعوث. كانوا هم يكذبون في آخرة، يقولون أصل الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مثل ما قال بعضهم يقول: إنما هي أرحام تدفع وبطون تشبع وأرض تبلع، ما في آخرة، ما في جنة، ما في نار. فهذا العاص يستهزئ الآن، يقول: في بعث، ذكرتني، إذن في الآخرة سوف أقضيك، فإنه سيكون لي هناك مال وولد،
فأنزل الله تعالى قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فبين الله تعالى أنهم كانوا أن المؤمنين يثبتون على الدين، أما هؤلاء فإنهم سيجدون يوم القيامة مغبة أفعالهم. أيها الأحبة الكرام، نحن لأجل أن نثبت على ديننا لا بد أن نفعل وسائل الثبات على الدين، لا بد أن نبذل، كما أن المريض لا بد أن يبذل لأجل أن يشفى من مرضه، والذي يريد أن يبني بيتا لا بد أن يبذل لأجل أن يبني هذا البيت، يتفق مع مهندس، يتفق مع من يبني له البيت من عمال، يشتري الطوب وغير ذلك. كذلك نحن لا بد أن نبذل لأجل أن نحصل هذا الثبات على الدين. ذكرت في البداية الاكثار من الذكر يعين على الثبات، وذكرنا أيضا أن الاكثار من قراءة القرآن تعين على الثبات، وذكرنا أن دعاء الله تعالى بالتثبيت يعين على الثبات، أن مصاحبة الصالحين يعين على الثبات، وذكرنا أيضا أن الابتعاد عمن يعينك على الباطل أيضا هو من عوامل الثبات. ومن أهم عوامل الثبات يا جماعة أن تكون بطلا وأن تكوني بطلة لما تلتزمي بحجابك، ويأتي إليك من تقول والله أنت كأنك خيمة تمشين على الأرض، والثانية تقول يا الله لا تزالين شابة وتلبسين الحجاب، والثالثة تقول كيف تغطين هالجمال، والرابعة تقول لن يتزوجك أحد، وكل واحدة من جنود الشيطان. فعلا من جنود الشيطان، لذلك الله تعالى سماهم في القرآن شياطين الجن والإنس. شياطين الجن نعرفهم، أما شياطين الإنس فهم هذه الأنواع الذين يصدون عن سبيل الله. فلا تتبعيهم، الذي قسم الأرزاق وقدرها هو رب العالمين، أطيعيه وفقك الله. كذلك أنت لما تلتزم بدينك، صلي الفجر مع الجماعة، ما تأكل ربا، ما تصاحب النساء، ما تفعل الفواحش، ما تشرب الخمر، أنت لما تلتزم بدينك وتترك مثل هذه الأمور، ويأتي إليك من يقول يا أخي ضيع على نفسك حياتك، يا أخي تعال وسع صدرك، يا أخي أنت لا تزال شابا، يا أخي تعال نحن الذين ندفع عنك المال في المرقص أو ندفع في البار أو ندفع لك تذاكر الطيران أو نحو ذلك، كن بطلا، كن بطلا، ولا تتبع أمثال هؤلاء، مثل ما قال الله تعالى: ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. انتبه، لا تتبع مثل هؤلاء الذين لن يغنوا عنك من الله شيئا. لذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك، من كثرة الإغراءات التي كانت تأتيه، كان يأتيه عقبة بن أبي معيط يقول: إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، تريد ملكا تريد. فقال الله تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فأنت أثبت على دينك وكن بطلا، والشاطر هو الذي يضحك في النهاية، العاقبة إن شاء الله ستكون لك كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته، أسأل الله أن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم. هذا والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.